يعطيكم العافية. بس نبلش في شرح شابتر 3. شابتر 3 ترى من أسهل شباتر المادة. شابتر 3 بحكي لي عن التورشن أو التويستنج. التويستنج يعني فتل. كيف يعني الفتل؟ لو بدنا نرجع شوي للاستاتيك كنا نسمع بشيء اسمه مومنت، راح تحكي لي اه أنا لو عندي بيم زي هيك وأثرت عليه بمومنت هيك وأثرت عليه بمومنت هيك بهذا الشكل، أثرت عليه مومنت بهذا الشكل، تخيل إنه هاي مسطرة وهاي ايدك بتطاجها لفوق وهاي ايدك بتطاجها لفوق من هاي الجهه، كيف بصير شكل البيم؟ راح تقول لي شكل البيم او شكل المسطره مثلا زي هيك بتتقعر. راح تحكي لي صح ولا لا؟ تقريبا زي هيك انه بتتقعر، هيك بصير شكلها لما تطعج المسطره. طيب انا بدي احكي لك شغله انه هذا مومنت، بس في شيء اسمه تورك بيجي فتيل، كيف يعني فتيل؟ لو انا بدي ارسم لك مستطيل بال 3 دي شوي ماشي، وهذا زي هيك. هسه انا المومنت كنت احكي عنه كيف اني بطعج هذا هيك، بطعج هذا هيك ومن الجهه الثانيه بطعجه هيك فبتقوس معي لتحت. هسه التورك او التويست بشكل عام يكون هيك المومنت شكله، يعني زي كاني بفتله فتل. تخيل حالك لما تمسك ايد واحد وتفتلها بايديك الثنتين عكس بعض، تفتل ايديك الثنتين عكس بعض بصير يتوجع. هاي الحركه اللي بتعرفها بتوجع اليد بتموت. فهاي ايش؟ فتل، بس انك بتفتل فتل الشيء. فاحنا رح نتعلم هذا الشيء انه نفتل الماده شو بده يصير. طبعا احنا ما رح ناخذها على مستطيلات، احنا رح ناخذها على دوائر فقط، رح ناخذها على دوائر فقط، يعني شيء اكثر اسهل ترى. فاحنا رح نتعلم اكثر من موضوع بهذا الشابتر، زي ما حكينا رح نتعلم السيركولار شافت انتورشن اللي هو احنا زي ما حكينا انه رح ناخذ على الدوائر بس، رح نحسب الستريس، الديفورميشن اللي هو ديفليكشن بس مش ديفليكشن زي شابتر 2 لا، رح نحسب الانجل اوف تويست، الانجل اوف تويست، ورح نحسب الانديتيرمنت، الانديتيرمنت نفس اللي اخذناه بالشابتر اللي قبله، والباقي ما بدنا اياه. مشان هيك هذا الشابتر سهل. ما بحب اشرح هذا الشابتر من الكتاب صراحه، بحب اشرحه من عندي. التورشن، التورشن حكينا بحكي عن الفتيل قبل ما هاي. هسه كنا نحكي الديفليكشن مثلا بشابتر 2 كنا نحكي الديفليكشن بحدث لي من النورمال ستريس، بحدث لي من النورمال ستريس. هسه التورشن راح يحدث لي او يسبب لي شير ستريس، فانا بهذا الشابتر راح اتعامل مع الشير ستريس، ما راح اتعامل مع شيء اسمه نورمال ستريس، راح اتعامل انا بس بالشير ستريس. والشير ستريس حكينا رمزه تاو وهو بالعاده بي على اي. بس هذا بي على اي لما يكون القانون عندي مثلا هون زي هيك، مثلا عندي برقي او الثنتين لزقات ببعض وشديتهم، ف هون بحدث لي شير ستريس اذا كان عندي مساحات وقطع زي هيك. بس بهذا الشابتر احنا رح نتعامل ناتج عن تورك، لانه احنا هسه بدي اعطيكم شغله او تقدم شوي، انه لما كنا نحكي الستريس هو بي على اي هذا لما يكون ناتج عن لود. طيب في ستريس برضه راح ينتج لي عن مومنت، فبتغير القانون بصير ام سي على اي بدل ام على بدل بي على اي. والشير ستريس لما ينتج عن تورك بصير له قانون اسمه تي سي على جي. فاحنا راح نتعلم هذا الشيء. طيب لاحظ تورك نفسه مومنت، السي نفس السي، الجي والاي، هاي الاي اخذناها بالستاتيك وهاي مش كل الدكاتره اعطوها بالستاتيك، راح اشرحها هاي على السريع سهله. قانون الحفظ يعني ما في اي لعبه او دورانه او شيء. فانه فعليا الشير ستريس سواء ناتج عن سيركولر شافت او النورمال ستريس اللي ناتج عن مومنت هو عباره عن قانون واحد بس باختلاف مسميات، وهو جدا سهل. فانا هسه لما بدي احسب الشير ستريس بدي اطبق قانون احفظوه مباشره، تي سي على جي. طيب راح تحكي لي شو التي؟ بقول لك التي هي التورك، التورك اللي هو حكينا اللي بفتل فتل اللي زيه زي المومنت. انت خلص مباشره ما تشوف بالسؤال في شيء زي المومنت اعرف انه هذا تورك، انه انا هذا السؤال شابتر 3 واذا شفته اسطوانه طبعا. والتورك وحدته بالعاده زي المومنت نيوتن دوت متر تمام، او بان دوت فيت، او هو بالعاده بان دوت فيت للمومنت، بس التورك يكون بان دوت انش لانه احنا بنتعامل مع مساحات صغيره.
زي هيك يعني، او كيلو نيوتن دوت متر، كيلو نيوتن دوت مليمتر، كيلو جرام دوت سنتيمتر، طن دوت متر، وزي هيك. هاي وحده ايش؟ التوك. السي هاي راح اشرحها بالتفصيل، اللي هي مسافه ديستانس، مش شرط نصف قطر، ديستانس. والدي بسموها بولر مومنت اوف انرشي. احنا اخذنا بالاستاتيك مومنت اوف انرشي لحالها، هون البولر مومنت اوف انرشي. البولر مومنت اوف انرشي هي عباره عن تساوي اي اكس زائد الاي واي. الاي اكس اللي هي المومنت اوف انرشي حول الاكس اكسس، والاي واي المومنت اوف انرشي حول الواي اكسس. طيب بس انا بدي ارجع للاستاتيك وتعلم مومنت اوف انرشي، بقول لك لا ريح لي حالك، والمومنت اوف انرشي للسيركلر شافت دائما تساوي باي، باي اللي هي 3.14 227 على 2 ضرب نصف القطر قوة 4. تمام، هاي قانون البولر مومنت اوف انرشا مباشرة، باي على 2 في ار قوة 4. ما بدي احفظها، ليش؟ لانه المومنت اوف انرشا حول اكس، المومنت اوف انرشا حول اكس بتساوي باي على 4 ار قوة 4، وعلى واي كونه دائرة، احنا بنحكي عن دائرة والدائرة نفس الشيء سواء الواي او الاكس اللي كان ماخذ ستاتيك، باي على 4 في ار قوة 4. فبالتالي لما اجمعهم الثنتين باي على 4 زائد باي على 4 بتعطيني باي على 2. فدائما اي سؤال على الانجل اوف تويست بتكون البولر مومنت اوف انرشيا باي على 2 في ار قوة 4. ممكن يكون في طرح اذا كان الجسم مفرغ، فخلينا هسه نفرغ الانسان عنها، نحل بالتدريج، نحل اشياء سهله. بس قبل هيك بدنا نعرف شو الديستانس، هاي الديستانس شو هي. طيب خلنا نعرفها على الرسمي، نعرفها على الرسمي هاي، وبدنا نعمل لك توزيع الاسترس مشان تعرف الاسترس كل مكان. لو انا عندي شافت، هذا ايش اسمه؟ سوليد شافت، يعني انه زي الاسطوانه يعني، او انه الشيء اللي بتطبق عليه التورك. عندي هذا سوليد، هذا سوليد، في عندي انا ايش؟ عندي نصف قطر، صح؟ عندي نصف قطر زي هيك، لانه عندي هاي. هسه لما يكون عندي سوليد شافت، توزيع الاسترس بيكون عندي زي هيك، عندي المركز زيرو، بمشي شوي بزيد، خلينا نرسم هيك، بمشي شوي زيادة بزيد شوي، بمشي شوي زيادة بزيد شوي، بمشي شوي زيادة بزيد شوي، وبمشي لعند اخر شيء عند سطح الشافت بزيد شوي. فهذا توزيع الاسترس. كيف يعني؟ يعني انه الاسترس عند المركز يساوي زيرو، والاسترس عند نصف القطر بيساوي قيمة معينة. هنا ستريس مينيمم، وهون ستريس ماكسيمم. فراح نلاحظ بالأسئلة، أغلب أسئلة الكتاب بقول لك احسب لي الشير ستريس لما الشير ستريس ماكسيمم. فمباشرة ماكسيمم بحكي السي هي نفسها آر، السي هي نفسها آر. ليش؟ لانه السي هي المسافه، حسب وين بدي الاسترس. بدي الاسترس هون، بقول لك السي تساوي زيرو، فالشير ستريس زيرو. فالمينيمم، فهي الملاحظه اللي كانت تجينا بامتحانات الجامعه دائما، بيجي سؤال هيك بس فايند ذا مينيمم شير ستريس لسؤال عملاق، وانت المفروض بس تكتب له زيرو، بس تكتب له زيرو، تجينا بس تكتب له زيرو، علامتين ثلاث علامات، بس تكتب له زيرو. مينيمم شير ستريس فور سوليد، ركز مش هولو، سوليد شافت يساوي زيرو. اخذها قاعده. وليش؟ وهي توزيع الاسترس اللي حكيت لك عنه، بيعتمد على السي، كل ما زادت السي بزيد الشير ستريس، علاقه طرديه بين الشير ستريس والسي. فالماكسيموم، ماكسيموم شير ستريس فور سوليد شافت يساوي ات سي تساوي ار، اللي هو الراديوس. الراديوس امين للشافت. فهنا نتعرف ما شغله. طيب ممكن بالامتحان يقول لي احسب لي عند مسافه مثلا نص ار، يعني عند نصف القطر، بقول لك اه عادي، تحط السي بتساوي نص ار. امشي مثلا لو هذا كان كامل بساوي خمسه، بقول لك احسب لي على مسافه اربعه، اه بتحسب لي على مسافه اربعه. فبدنا ننتبه انه تي سي على جي، السي هي المسافه من المسافه من نصف القطر لنهايه السطح. ممكن تكون هاي، ممكن تكون هاي، ممكن تكون هاي، ممكن تكون هاي، فممكن تكون يا الماكسيمم او المينيمم. طيب هذا اذا كان عندي سوليد. طيب لو كان عندي انا دقيقه قبل ما اخلص، الجي هون، ما انا هسه السوليد لها جي والهولو لها جي،
الجي اللي هي البولر مومنت اوف انرشيا راح تكون باي على 2. ركزوا على 2 لانه اللي بدرس شابتر 2 درس شابتر 1 كان يحط دائما الاريا باي على 4، ما بدنا نخربط. الجي باي على 2، وهون ناخذ راديوس مش دياميتر في ار قوة 4. فاللي بدي احكيه انه الجي هاي الجي محسن مش مبين انك بتكتب اشي. كيف مش مبين؟ انا اللي ساعه بكتب. لا مبين. اسراء بتحكي السولت للمينيمم دائما زيرو لانه سي زيرو، ما بنطرح نصافر اخطار الجي بس بدنا نطلع مبين كل شيء. طيب تمام. ف الجي مالها دقيقه اكتب ثابته للسكشن الواحد. يعني انا لو عندي سؤال اسطوانه زي هيك دقيقه مثلا زي هيك وحكالي احسب الشير ستريس هون، احسب الشير ستريس هون، احسب الشير ستريس هون، احسب الشير ستريس بالزيرو، الجي ثابته. يعني مش انا بروح بعوض الار هي السي، يعني هاي مش نفس هاي، دير بالك. السي شيء والجي شيء. فانت دائما لما تحل سؤال على التويستنج احسب الجي لحالها على جنب، التي بتكون لحالها محسوبه، بضل السي. السي انت بتلعب فيها حسب وين بده، فلا تخربط انه الجي تروح تغيرها. الجي ثابته للسكشن ما بتتغير حسب، يعني مش انه الشير ستريس ماكس بروح بعوض الجي هي ار، اروح عند الشير ستريس مينيمم اروح اعوض الجي بتساوي زيرو. غلط، دير بالك. تمام، هذا الحكي كان كلياته للستوريج شابتر. طيب لو كان عندي هولو، طبعا بس اخلص الهولو بخلص الشابتر، بس بحب احكي لكم هاي هولو مش بخلص، يعني بضل شيء بسيط. هاي هولو شابت، يعني انا عندي فعليا لو بدي احكي الرسمه لو بدي اظللها انه السكشن عندي بس هيك من النص مفرغ، يعني هون ما في سكشن اصلا، النص هون ما في سكشن. طيب خلينا نرسمه. هذا بسموه بدنا نقص الراديوس من بعضه، صح؟ هولو. الهولو طبعا الراديوس من النص من هون، هذا هيك، وعندي هون برضه راديوس ثاني، راديوس المسائل الدائره الصغيره وراديوس الدائره الكبيره. هاي بسميها ار1 وهاي بسميها ار2. باي 2 دقيقة، ما بدناش نعرف، بحكيش عن الجي. هسا نرسم رسمة توزيع الستريسز. رسمة توزيع الستريسز، لاحظ انه لو انا بدي ارسم هذا نصف خط نصف القطر، هون بدي ارسم الستريس، رح تحكي لي مينيمم شير ستريس تقول لي زيرو، بقول لك دير بالك. كيف مينيمم شير ستريس زيرو؟ واصلا هون ما في جسم، هون ما في جسم احسب له ستريس، هون بالنص هاي الدائرة كاملة. خلينا نرسمها بالزهري او نرسم حدودها بالزهري. هاي كلياتها جواتها ما في شيء، فما في اصلا ستريس بدي احسبه، ما في شيء. فالشير ستريس بالهولو شافت ببلش من هون، فهون في قيمه وهون في قيمه اعلى وهون في قيمه اعلى مثلا على السطح. هي طبعا المفروض هيك خلص. فالشير ستريس مينيمم شير ستريس هسه بدي احكي له هون، تكتب له الملاحظات زي ما كتبتها هون تحتها، مينيمم شير ستريس at فور هولو شافت يساوي at سي تساوي ار2، يعني الراديوس المينيموم، يعني الراديوس الاقل. تمام، والماكسيمم شير ستريس فور هولو شافت بيساوي ات سي تساوي ار1، يعني الراديوس الاكبر، الراديوس ماكسيمم. مش فاهم لحد هون؟ قبل ما اكمل هاي بدي اطفي الهاي واشوف اذا حدا عنده سؤال على الشات. حدا مش فاهم شيء؟ انا بس قانون بدي اطبقه، التورك هسه لسه بنحكي المعرض على الجسم، السي اللي هي المسافه حكينا، السي بالسوليد شافت هو يا اذا المينيموم بتكون زيرو والماكسيمم بتكون قيمه نصف القطر، وبالهولو شافت اذا طلب المينيموم بتكون هي نفسها ار2 والماكسيموم بتكون نفسها هي ار1 اللي هي الكبيره، والجي ثابته ما تغيرناش عليها. فهذا الشيء نعم بالهولو
يكون عندنا ال R2 مفرغة. انه ما في ما هو اسمه هولو يعني مفرغ، يعني ما في شيء بالنص. هسه اصبر، راح يكون مينيمم زيرو دغري. لا انا المينيمم، انا لما احسب الاسترس بحسبه على سطح الجسم، او يعني انا مثلا، او انه على الجسم كامل. كيف يعني؟ بس هذا سوليد، يعني هذا اللي جوا، هذا اللي جوا، هذا دقيقه، هذا مليان. يعني في شيء، يعني لو انا امسك دريل واحفره مش بينحفر معي؟ سوليد. ففي شيء راح يتعرض للاسترس ويتدمر ويتكسر، بس هون ما في شيء يتعرض للاسترس يتدمر ويتكسر، فاضي هون، فاضي. فالستريس ببلش فعليا من السطح اللي هون، من هون ببلش الكسر، هون ببلش الكسر، هون ببلش الكسر، هون ببلش الكسر، هون ببلش الكسر من هون مباشره. مين هو بشير على بنعوض الار2 فيه لويش؟ ليش؟ لانه هو بدايه السطح، يعني توزيع الاسترس كل مره بزيد لحد السطح النهائي، زي هاي الرسمه، كل ما زادت الار بتزيد السين، فاقل ار عندي هي الار2 فعليا. هذا السبب. تمام. هسه الجي راح تساوي باي على 2 قوس ار1 قوة 4 ناقص ار2 قوة 4. مش تروح تحط تحط ار2 ناقص ار1 بقوة 4، دير بالك كل نصف قطر هو قوة 4. وركزوا دائما نصف قطر مش ديميتر، لانه الشابتر 3 بتعامل مع راديوس، يعني بالامتحان شفت عندك ديميتر مباشرة بتقسمه على 2، تقسمه على 2. طيب يا اخوان، باي 2 في ار1 قوة 4 ناقص ار2 قوة 4، القوانين هاي حدا ما حفظهم؟ حدا عنده سؤال عنهم؟ راح نبلش هاي الاسئله، ما ضلش كثير ترى تشابتر، مش انا قلت لكم تشابتر 3 من اسئله تشابتر، لانه عباره عن قانونين وخلصوا. فهاي الشاشه، هاي الشاشه، حدا عنده سؤال فيها؟ تمام، نقول تمام ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نروح نمر على بعض الامثله. بحكي مثلا هذا السؤال، هذا سؤال كثير بسيط راح يجي بالامتحان. بيقول لي اوجد قيمه التورك اللي بتسبب لي ماكسيمم شير ستريس بقطاره 70، واذا نصف القطر 18 مباشره. تي بتساوي تي سي على جي. التي معطينيها 70 ضرب 10 قوه 6 ميجا باسكال. التورك بده اياه السي، السي حكى لك ايش هو؟ ماكسيمم، ماكسيمم يعني عند السطح، يعني كم؟ 18 ملم، يعني بوينت هو 18. والجي مباشره باي على 2 في ار قوه 4. ليش ار؟ لانه دائما ثابت قلنا. بوينت او 18 قوه 4. هاي التي. قديش اخذ هذا الحل؟ هذا اصلا ما فيش داعي تكتبه على ورقه، على الي حاسب مباشره. اذا معك الي حاسب الحديثه طبعا. هذا نفس السؤال، اذا ما اعطيك التورك اعطيني نتيجه الشير ستريس، ما بدوش شيء. هذا سؤال مثلا مفرغ. قال لك اوجد التورك للماكسيمم شير ستريس للهولو سلندر شافت، يعني اوجد قيمه التورك اذا عندي ماكسيمم شير ستريس. فالتورك شو بده يساوي؟ 45 قصدي ضرب 10 قوه 6 بدها تساوي قيمه التورك، حكى لي ماكسيمم شير ستريس، يعني بدي اروح على الاكبر. مين الاكبر، 45 ولا 30؟ 45 على جي، جي باي 2 في بوينت خلص السؤال. الفرع الثاني قال لك اوجد الماكسيمم شير ستريس لنفس التورك اللي انت طلعته من الفرع الاول لسوليد سلندر شافت فور ذا سيم كروس سكشنال اريا. كيف يعني؟ هذا السؤال هذا شوي. نعم، ياخذ الار 45 زي هيك الماكسيمم شيرينج. لا دير بالك هون غلط، هون قال لك لو فرضت انه هذا السكشن، هذا السكشن ماله صار كله سوليد، صار كله سوليد بنفس مساحة الهولو. يعني كيف يعني؟ يعني أنا لما كان هولو زي هيك، شو المساحة عندي فعليا؟ المساحة عندي هاي، صح؟ صح؟ بس هاي المساحة بقول لي افرضها نفس وحدة هولو، نفس وحدة سوليد كاملة، كاملة هي، يعني هاي المساحة كاملة شايفها؟ نفس المساحة هاي الصغيرة، هو قال لك افرضها زي هيك، فأنا بدي أحكي الأريا هاي تساوي الأريا هاي، فهون عندي الاريا بطلعها قيمه، وهون بتطلع معي مجهوله، بقسمها على قانون المساحه بطلع الديميتر، بطلع نصف القطر. هيو هذا الفرع الثاني حكى لك الاريا بتساوي باي ار تربيع، واذا كانت سوليد بتكون باي في سي تربيع، بس السي مش معي، السي اللي هي نفسها ار، السي شو بتكون؟ جذر الاي على باي،
تحويل رتب القانون، فطلع معي الراديوس 33.5 ملم مش 45. السؤال مش راح يخطر على بال حد لما يقرا السؤال، يمكن لما تشوف الحل تعرفه، بس انا لاني بتذكر هذا السؤال كان فيه تريك انه قال لك اذا الاريا متساويه للهولو والسوليد فانا نصف القطر مش نفسه بصير. طيب ما بدناش نكثر اسئله عن هذا الموضوع، تقريبا خلصناه. بس نيجي على الاسئله اللي زي هيك. نيجي لما يكون عندي اكثر من تورك، لما يكون عندي اكثر من تورك بحكي لي اوجد في عندي هون بكرات بوليز، قال لي اذا بدك تتعرض لتورك اوجد الشير ستريس بالاي بي، اوجد الشير ستريس بالبي سي. بتتذكر اول شابتر لما كان عندي اسطوانه، لما كان عندي اسطوانه زي هيك كنا نحكي مثلا لو عندي هون لود وهون عندي لود، نحكي مثلا هون نقطه مره وهون نقطه مره، نحكي هون باي على 4 دي تربيع، بي على باي على 4 دي تربيع، وهون بي على باي على 4 دي تربيع، هون ايش نفس الشيء، بقطع مره هون وبقطع مره هون. هاي القيمه قيمه رياكشن. ليش؟ لانه مستحيل يجيب لك 3.6 و10.4 يجيب لك هاي 10. لازم يكون عندي الجسم متزن، احنا بالهندسه المدنيه كل شيء عندنا متزن. فافرض انه هذا رياكشن، فانا عندي هون تو تورك تورك تورك، بدي احسب الشير ستريس هون والشير ستريس هون. يلا معي الشير ستريس بالاي بي تاو بيساوي تي، كم التورك؟ 3.6 ضرب السي، كم السي؟ 48. لا هذا ال مش سي، هذا السؤال ناقص مش معطيك ديميتر، هذا السؤال ناقص مش معطيك ديميتر. هي لاحظ انه حكى لك هون الديميتر 1.3، طب من وين اجت هاي؟ هذا مش معطيك ديميتر. نرجع نروح على سؤال ثاني. نجي لهذا، يعني هذاك السؤال فيه خطأ. قال لك بهذا السؤال اذا الديميتر هي 15 وهذا الديميتر 18، اوجد الشير ستريس، اوجد وين بيحدث ماكسيمم شير ستريس. يعني انا في عندي هون شير ستريس وعندي هون شير ستريس وعندي هون شير ستريس، خذ القيمة الأعلى بس، هيك بقول لك. طيب يلا نيجي على أول جزء اي بي، بدي أحكي الشير ستريس بيساوي تي سي على جي، تي 48، السي 7.5. طب ليش حطيت 7.5 مش 15؟ ديميتر طيب تي بتساوي 48 في 7.5 في 10 قوه سالب 3، هاي ديميتر 15. احنا قلنا هذا التشابتر بنتعامل مع راديوس، يعني اي ديميتر بطلع عندي بشيله وبقسمه على 2، ديروا بالكم على جي. طبعا هو قال لك انه سوليد، يعني ما في عندي قطر داخلي وخارجي. الجي كم؟ باي على 4 في ار باي على 2، شايفين انا والله العظيم حتى بخربط، باي على 2 في ار قوه 4، كم الار؟ 7.5 في 14 قوه سالب 3 قوه 4. هون بيطلع لي قيمه للستريس. بروح على الجهه الثانيه، هون بتحكي هذا التورك جاي زي هيك وهذا التورك جاي زي هيك، يعني الاثنين عكس بعض، بتطرحهم 48 ناقص 144 كم بيعطيك؟ 96. فنفس القانون بس بتحط هون 96 سالب ولا عادي ما بتهم الاشاره بالشير ستريس، وال 7.5 بتغيرها لايش؟ ل 18 بتصير 9، وهي بتصير 9. بتطلع لك قيمه للشير ستريس. بتروح مره ثالثه بتقطع هون، لاحظ انه هذا التورك نفس هذا، فبحكي 60 زائد 144 ناقص 48، لانه هذول بنفس الاتجاه وهذاك عكسهم. فايش بعمل انا؟ بجمع اثنين وبطرح الثالث. فاهمين كيف؟ تمام. ف 60 و100 يعني 96 بدي ازيد عليهم 60 بيطلع عندي 156، فبعوض هون 156 وهون الديميتر 21، فكم الراديوس؟ 10.5، وهون كم الراديوس؟ 10.5. بيطلع عندي ثلاث قيم للشير ستريس باخذ الاعلى. فوين اعلى قيمه؟ هاي 83.5، هاي 72، وهاي 85. مين اعلى قيمه؟ اعلى قيمه بالشاف سي تي مقدارها 85.8. هذا السؤال ان ما خبرني اجل الفصل الماضي فاينل، فممكن يجي مد. اذا ما اجاش مد ممكن يجي على نفس الشكل بس على الموضوع اللي بعده اللي هو الانجل اوف تويست، رح ناخذه كمان شوي. هذا السؤال نفس الشيء، قال لك هذا السؤال نفس اللي قبله بس اذا عندك 8 ملي ديميتر هول هاز بين دريلد. يعني انا افرض اني رحت مسكت دريل وحفرته من هون صح؟ وفات لجوه طبعا، هذا دريل، انا مسكت دريل وحفرت الشكل. فايش مقدار حفره الدريل؟ 8 ملم. فصار انا فعليا عندي قطر خارجي وقطر داخلي، هذا الكبير 15 والصغير 8، هذا الكبير 18 والصغير 8،
وهذا الكبير 21 والصغير 8. فلما احسب الشير ستريس ماكسيمم نفس القانون 48 ضرب السي نفس السي بتضل 7.5، بس اللي بيختلف عندي البولر مومنت اوف انرشيا بتصير باي على 2 في 7.5 ناقص قوة 4 قوة 4. طبعا انتبه لتحول الوحدات، لا تنسى تحول الوحدات. ليش 4 مش 8؟ لانه هون الديميتر 8 فنصف القطر 4. هذا التشابتر بتعامل مع انصاف اقطار. والشيرين ستريسات نفس الشيء، هي شوف الحل اخذ 7.5، شوف طرح 4 دائما، طرح 4 والحاله الثالثه طرح 4 فعلى شير ستريس برضه ظل بتشافت سيتي لانه التورك هو اللي بيتحكم اكثر شيء. طيب ظل 3 دقائق، برضه هون نفس الفكره. لو هذا عندي رياكشن، يعني هون قال لك في عندي 2.4 هاي عند اي بي، يعني التورك الكلي هون التورك الكلي مقدار 2.4 رياكشن. هذا ماتور بلف، يعني هذا بحركه زي هيك، فهذا الماتور مشان ما يضل يلف الشكل بعمل لي تورك عكس هذول. اذا هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك، فالتورك الكلي لهم 2.4. هاي اجمع 0.4 زائد 0.8 زائد 1.2 2.4. بس لو بدي احسب الشير ستريس دي اي 0، ما في تورك عندي هون، التورك بلشت تاثر من البكره هاي. يلا لما تقطع هون عندك التورك 0.4، السي هاي 46 فكمل نصها 23، والجي باي 4 في 23، باي 2 في باي 2 في 23 قوة 4. لما اجي هون بحكي 0.4 و 0.8 1.2 1.2 نفس الديميتر نفس القانون هذاك، بس بدل 0.4 بحط 1.2، وبالحالة الأخيرة بحكي 2.4 ضرب نص ال 54 هي 27 على باي 4 باي 2 في 27 قوة 4. هون الجي حكاها باي سي تكعيب، انساكم من هذا القانون، القانون هذا صح بس ما استعمله دائما، مش دائما ثابت. طيب ضل دقيقة للي عنده سؤال، ان شاء الله الجزء اللي بعده راح اشرح الجزء الثاني من التشابتر ونخلص ان شاء الله. حدا عنده سؤال؟ عنده تفرق للي مش حابب يعني.